من لوكسمبورغ ننتقل إلى نيويورك وموعدنا اليومي مع أخبار البورصات الأمريكية مع مراسل فرانس 24 في بورصة وول ستريت أحمد فتحي. أحمد، كيف أنهت الأسهم الأمريكية تداولتها اليوم؟ نجيب، اليوم ليس من أفضل أيام البورصة في أمريكا، ليس في بورصة نيويورك أو الناسداك أو مؤشر الـ S&P 500. داو جونز أغلق بمستوى انخفاض 251 نقطة مرة واحدة، وهي تقترب من حوالي خسر 2% من قيمته، وأغلق عند 12574. الناسداك أيضا خسر 71 نقطة وأغلق عند 2859، وخسر 2.44% من قيمته. والاس ام بي 500 اغلق منخفضا 30 نقطة واغلق عند 1326 بمستوى انخفاض 2.23%. ينتظر في خلال الوقت الحالي ان تخرج هيئة موديز للتصنيف الائتماني بتخفيض تقييم الائتماني لاكثر من 15 بنك دولي يتعامل، وانتظروا حتى اغلاق السوق ولم يتم الاعلان عنها بعد، ولكن ننتظر يوم عاصف غدا. مؤشر مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة انخفض 1.5%، واسعار الذهب انخفضت بشدة اليوم، خسرت أكثر من 50 دولارا أي بمقدار 3.06% لتصل إلى 1566 دولار، وهي أقل مستوى وصل إليه منذ فترة طويلة. البترول أغلق منخفضا، وصل إلى 78 دولار 29 سنتا للبرميل بعد صدور التقارير الاقتصادية الغير مشجعة لمستويات الإنتاج في الولايات المتحدة وأوروبا والصين. فهنا لسنا في أفضل أيامنا. أحمد فتحي مراسل فرانس 24 في بورصة نيويورك، شكرا جزيلا لك.